صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، احمد الله عز وجل لان جمعنا في بيته سبحانه عز وجل، وهذه من نعم الله عز وجل. كثير من الناس في اماكن غفله، ولكن نحن بمشيئة الله وفضله وعلمه وكرمه مباشرون في بيت الله، نتذكر بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين ومعلما للعالمين، وعز وجل أرسله لجميع الناس، لجميع الثقلين الإنس والجان، الذكور والإناث، الصغار والكبار، ليعلمهم أمر دينهم، يعلمهم دينهم، لأن الله تعالى على بصيرة من أمرهم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الناس سواء كانوا صغار ولا كبار، نسوا الأرجال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يوجه غلا ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان مرة رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. النبي عليه الصلاة والسلام راكب الحمار، مرتب من وراه عبد الله بن عباس بن عمه، هو نزل غلاما. الحقيقة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه شيء نصيحة في شخص أو أشخاص، إنما النصيحة هي موجهة لكل الأمة، وليش هذه ديال هذا وهذه ديال هذا، لا، المعنية بالأمر هي الأمة، هي المعنية بالأمر. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتنم الفرصة فهذا الغلام ركب من وراه، قال له يا غلام، يا غلام، باش ينتبه ويحضر عقله، لأن النبي يتكلم معه. قالوا يا غلام إني أعلمك كلمات. ما هذه الكلمات؟ احفظ لله يحفظك. أول شيء توحيد الله، الإيمان، العقيدة الصحيحة اللي كيلزم كل مسلم تكون عنده في قلبه كيعتقدها، لأن العقيدة أو الإيمان هو نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ما يكفيش تقول، ما يكفيش يعني، لا، سترجم إلى واقع عملي. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله، احفظ الله يحفظك. إذا أنت حطي الأمر الله عز وجل موجه إليك في كل وقت، لأن كل وقت أنت موجه إليك واحد الأمر من أوامر الله. كنت رد البال عندك تضيعه، لأن ضيعتيه، ضيعتي الحفاظ رضي الله. فالحفاظ رضي الله اللي غادي تحفظك أنت من كل الشرور والمشاكل، هو أن تكون طائعا لربك في كل وقت وحين. كل وقت، إن عمر يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه، ويصير حفاظا من الله، احفظ أمر الله، احفظ دين الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وجه الله يكون معك وأمامك وهو معك، وهو معكم وإنما كنتم. أنت محاط بعناية الله، والعين ديال الله ترقبك، لا تخفى عليه خافية من أمرك وأمر العالم كله، لا السفلي ولا العلوي، كل شيء. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت بغيتي تطلب حاجتك منين تطلبها؟ من الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله،
ولذلك الشاعر يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الله الذي أبوابه لا تحجب. الأبواب الله لا تحجب، ما كتسد شيء، ما كاينش البواب اللي بسيطة، دق في الباب الله ويخرج عليك شنو بغيتي، ويمشي عندي وصل لله. إلا مباشرة أنت كتكلم مع الله. الصحابة جاوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ لأن كاين المناداة وكاين المناجاة. المناداة هي تكون بصوت مرتفع، فلان. أما المناجاة كتكلم معه بالسر، تناجيه ويناجيك. ولذلك في الصلاة هناك مناجاة لله، ماشي المناداة. ترفع الصوت ديالك، لا بينك وبين الله، طلب حاجتك بينك وبين الله، ما يسمعك حتى واحد. شحال واحد في الساجد وكيبقى يرفع الصوت ديالو، هذوك اللي كيصليو جنابه كاع واش يقول. واحد المرة بجامع ديال هذه مرة مرة كنقولها لأن خصها تتقال. بجامع ديال سوق الحنة كنصلي تبقى واحد من الصلوات، واحد بجنابي كي لما سجد سجدنا سجد اش كيقول؟ ربي الحبيب أنا مزوج بك، مراتي ونسيبتي يا سيدي ربي، مراتي ونسيبتي. كيدعي في مراته ونسيبتو وبصوت مرتفع. ألا في هذه الطريق مراته ونسيبتك غير معه مزيان أحسن إليه، ماشي تقول له الأول مزيانة، ماشي أنت كتدعي فيه. ألا كيغوت ما بقاش المناجاة. إذا سألت فاسأل الله، لا تسألن بني آدم حاجة، وسأل الله الذي أبوابه لا تغلق. فبنادم إذا مشيت طلبتيه يغضب، ولكن الله لا، الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب. أفلا عقيني عقيني، وحنا نقول في الباطل في راسي ولا بزاف بالسنس يا صاحبي، ولكن الله لا يحب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحب الملحين في الدعاء. والسؤال هذا لا يليق إلا بالله. علاش؟ لأن هذا من خصائص الألوهية. حيث العلماء قسموا التوحيد إلى أقسام، هناك توحيد للألوهية وتوحيد للربوبية، وتوحيد الألوهية والربوبية ماشي هو نفس التوحيد. هناك خصائص للألوهية وخصائص للربوبية، توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، وإن كان في الزمن بها شيء ما كانش التأصيل أصله العلماء في الزمن بها ما كانش هذا الشيء. النبي مشى عند راجل مصر عند واحد الجارية، سولها النبي قال: أين الله؟ قالت له: في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذاك اللي كيملكها لأنها عبدة، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، تعتقد أن الله في السماء. وسيدنا عمر كل واحد ما شافها قال: ما الدليل على وجود الله؟ قالت له: الاثر يدل على المسير. لما كتلقى الزطمات ديال بنادم، ها؟ الزطمات هذوك، هذاك الاثر كيدل على المسير، شي واحد مشى هنا. إلا كنت جبرتي مثلا الزطمات ديال البهايم، شي بهايم دازو من هنا، ها؟ الاثر يدل على المسير، والبحر يدل على البعير. جبرتي بعض سيد في الأرض، إما ديال غال أو ديال مثلا حمار أو ديال جمل، يدل على البعير. وهذه السماء وهذه الأرض هذه ما تدلش على أن لها خالق سبحانه عز وجل. ولذلك بالنسبة لنا احنا لما نبغيو نتناقشوا مع شي حد ما نطلعوش لفوق. كاين بعض الناس كيسول شي واحد: أجي كتعرف أنت توحد الألوهية؟ لا. توحد الربوبية؟ لا. توحد الأسماء والصفات؟ لا. أنت مشرك. ويمكن يقول أنت كافر. علاش؟ هو ما قاريش. هو ما قاريشي. ما كيعرفش هذا الشيء. ولذلك لما هو مثلا فطريا لما يسال كيزيد يطلب، اش كاين فين كيشوف؟ فوق. أن الله مستوي فوق عرشه. يطلب. معنى الله الفوق. إذا شنو خصك تعمل؟ كما قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام، اش قال له؟ قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجه أول تحت عندك البسطاء والدراويش والفقراء والعبيد أول أول تحت ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أول أول إذا أنت إذا مثقف إنسان مثقف انزل عندك الدراويش لتحت وفهمهم واحد الأسلوب اللي يفهمك بلا ما تكفروا ولو كان على شركي انت بالحكمة وبالدين بالتي أحسن وخرجوا من ذاك الشرك ولو كان على بدعته بالأسلوب الطيب بالحكمة وبالدين بالتي أحسن أتخرجوا أما تقول أنت مبتدع مصير ديال جهنم تايا البيت يقول من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صحيح حديث صحيح ولكن تحاول تستخدمه مشي دابا من بعد من بعد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والاستعانة هي جزء من توحيد الألوهية لا تستعن بأحد كيف ما كان سواء بالروح ولا بالميت مشي تمشي مشي حتى تمشي لعند الميت وتقول واسيدي فلان أعطيني لا 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 الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي معاهدة عهد النبي على أن لا يسألوا الناس شيئا رجل ركب على الدابة ديالو وغادي في الطريق طاحت له داك العود أو السويطة اللي كيضرب بها داك البهيمة طاحت الأرض والناس غادي في الطريق على رجلو ما كيقولوش يا فلان ما كان لي داك الصوت لا حيت عهد النبي عطى عهد النبي أنه ما يطلبش الناس كينزل كيعمل أسباب يوقف البهيمة ديالو وينزل يهز الصوت ديالو ويركب ويزيد بل حتى ورد أن حتى الملحة النساء ديال الصحابة كانوا كيطلبوها من عند الله سلمها بالدار دابا بالنسبة لينا حنا في الديور ديالنا كل واحد فينا إلا من رحم الله كيمثل راسو إله صغيور في الدار أنا إلا ما كنتش أنا والو واحد كان كيقول للولاد ديالو إلا خطيتكم أنا نضرب باباكم الخلاف أو أنت واش أنت إله صغيور شريك مع الله إلا إلا خطاكم الله القانون وليدتنا هذا الشيء الله النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أمر مهم وهو قلت بلال أرحنا بها يا بلال لأنك إذا استعنت بميت فإن عزك ميت تتوكل عليها لا يرى وش نرى الموت ومن يرى الموت شاتل لا فالله في جميع شؤون حياتنا الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل النبي هذا الشيء كنت يعلمه قلنا سواء النصارى ولا الكبار لأن هذا الشيء المهم في الدين رقم واحد في الدين هو من بعد كثير وأقرب عمل أنت توجه فيه الله مش قدير في الحوايج ديالك هو لما تكون ساجد النبي يقول في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ساجد شفتك في الأرض أعز شيء عندك في جسمك جبهتك حط الأرض تذللا لله ماشي المخلوق ماشي البنادم شحال دابا كيجي واحد يسعى وكيبغي يبكي شحال تعطيه درهم 5 دراهم علاش ما يدنى لشي الله ويبكي امام الله ويحط حاجته امام الله وهو ساجد باللغه اللي كيفهمها بلا ما يتقن العربيه قولها باللغه العربيه لا قولها بالفهم بلغتك انت اللي تعلمتيها من عند جدك ومن عند حناك ومن عند ابوك ومن عند امك في الدارجه قولها الله راه عليم جل جلاله عما نواله الشيء اللي كنطلب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم قمن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم حط حاجتك عند الله واليوم غدا واليوم غدا وما تيأش شيء ما تقولش أنا عييت لا الباب الله مفتوحة دق فأنت بين 3 أمور إما يعطيك الله طالب ديالك واما شي بلا نازل عليك يبقى في صراع مع داك الطالب ديالك
وإما يدخلوك الله تعالى حتى تقيم القيامة وخلصك عليه. ولذلك كثير ديال الناس اللي قيام القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الإنسان يقول أصدر بك وكون عرفت أنك كل شيء أتخليه لي دابا ونكون طلبات ديالي كلها خليتها حتى الأخيرة مع تكون عطيتيها لي. علاش؟ أنت تكون في أمس الحاجة للحسنات باش تنال الدرجة العليا الدخول للجنة بالرحمة ديال الله، ولكن الدرجة اللي عتنالها أنت قيام القيامة في الجنة بالعمل جبد درجه. ولذلك النبي يخبرنا على صاحب القرآن يقول يؤتى به في القرآن وأهله الذين لا بحديث آخر يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. درجة المنزلة ديالك غتكون عند آخر آية وقللوا لك الترنيم باش تعجبك. إذا الأعمال الصالحة اللي أنت قمت بها في الحياة كتنا بها الدرجة ديال القيامة، أما العمل ديالك ما يخولكش أنت باش تدخل الجنة. الجنة ماشي رخيصة. النبي كيقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأنت غدير تقول العمل ديالك واخا العمل ديالك شحال نديرو شي حساب ولا بلاش؟ ماشي أنت تحاسبو مع شي واحد، أنت تحاسبو مع راسك. دابا أنا مثلا عشت 60 عام أموت، كانت الحياة ديالي منظمة، كنعس 8 ساعات، كنخدم 8 ساعات، شحال هي؟ 16 ساعة. شحال الوقت اللي ديت، العمر اللي ديت، شحال من سنة ديت من العمر ديالي اللي هو 60 عام ما بين 8 سوايع الخدمة و 8 سوايع ديال النعاس؟ أنا ضبط العمر 40 عام ثلثين. شحال بقات؟ ثلث هو 20 عام. فوقاش بلغتي انت وبلغت انا وبقى عاد الملائكه كيكتبوا عليك 15 ولا قل ولا اكثر وهضروا ليك مصايب. دير انت 15 هاد 5 5 سنين العباده ولا والفطور والغدا والعشاء والقهوه رجع عليها رجل شحال عبدتي الله وباغي انت تدخل الجنه. صح واحد من الصالحين كان في احدى الغزوات وكان في الليل كيخلي الجنود ينعسوا وهو كيدخل الغابه وكيبدا يصلي الجيش ناس وهو كيصلي مش كيقول في الدعاء ديالو اللهم اجري من النار او مثلي يطلب الجنه اللهم اجري من النار او مثلي يسال الجنه. فشي مرة شي واحد قال هذا فين كيمشي ولس عليه دخل يلا تدخل ديك الغابة. قال لك هو هكذا كيصلي طالب ديالو هو هذا اللهم اجرني من النار او اللي يسأل الجنة. هو طبيعة الحال ان الله تعالى الجنة النار فين يدخلو؟ ما كاينش شي بلاصة اخرى يدخلو الله فين يسأل الجنة. فقال واحد النهار هو يخرج عليه واحد السبع وهو كيصلي سمع الطواقف وهو كيصلي سال دار فيه قالوا يا ابا حيدر ان امرت بقتلي فها انا دونك وان لم تؤمر بقتلي فاذهب واتركني في حال سبيلي. تلفت مامور بالقتل ديالي كوني ولا ما كنتيش مامور بالقتل ديالي بعد ما عطيني انتزاع خليني مع راسي هنا مخلوع عند ربي. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ليكن في علمك أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا أي الأمة كذلك اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الضار النافع هو الله عز وجل وهذه من الخصائص ديال الربوبية. ما كاينش شي واحد يضرك أنت يلقى نفسه إلا بغالك الله الضر غادي يضر، إلا ما بغالكش الله تعالى ما غاديش يضر. لا أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني حياتك أنت تكتبات بأمر الله والصحيفة اللي تكتبات فيها هذاك الشيء اللي غادوزو في هذه الدنيا نشف ذاك المداد نشف. طبعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن الله قدر المقادير
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله قدر المقادير ديال الخلق قبل ما يخلق السماوات والأرض خمسين ألف عام. إذا أنت كتطبق ديك الشيء اللي هو في علم الله عز وجل، ولكن ما ظنكش الله تعالى. لا، فلذلك أيها الإخوة الكرام، فعلينا أننا نتفقه في ديننا في كل أمر من أوامر الله عز وجل، حتى نعبد الله تعالى على دراية وعلى علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب العلم كتب باب العلم قبل القول والعمل. قول الكلام ديالك يكون عن علم، والعمل ديالك يكون عن علم، وما يكونش مخالف للهدي ديال النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول غادي يوم القيامة الله عز وجل غادي يعطي لكل واحد جوج ديال السجلات، كل سجل على مد البصر. اش فيه؟ في العمل ديالك. ولكن كاين واحد السؤال فوق، السؤال الأول في السجل الأول، كيف عملت هذا العمل؟ المتابعة، هل هذا العمل الصالح ديالك اللي قمت به واش عن طريق النبي أو تبعتي شي شخص من الأشخاص عجبك وقدعك وقلت يا نجي معها؟ السجل الثاني، سؤال فوق، لما عملت هذا العمل؟ سؤال عن الإخلاص، واش عملت هذا العمل لله خالص لوجه الله، أو باش يشوفوك الناس، باش يسمعوك الناس رياء وسمعة؟ فلا بد من تحقيق هذه الجوج ديال الحوايج، الاتباع، والشيء الثالث المشروع. شنو المشروع؟ عمل يكون مشروع على هدي النبي عليه الصلاة والسلام خالص لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك النبي كيقول بالشأن ديال رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله يفقنا لما فيه رضاه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.